مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين ودايما منورينا ومشرفينا في قناتكم قناه الاهلي واخبار الاهلي. في البدايه طبعا كل مصر وكل الشعوب العربيه وكل محب محمد صلاح بيتمنوا فوز مصر في الشوط الثاني اللي هيبدا بعد قليل ان شاء الله. مباراه مهمه جدا جدا لكل المصريين وكل العرب زي ما قلت، وكل محب محمد صلاح النجم الكبير كلنا بنقول يا رب من اجل فوز المنتخب المصري بالثلاث نقاط المهمه جدا جدا في مشواره. عارفين طبعا المباراه الاولى انتهت بهزيمه المنتخب بهدف في الوقت القاتل امام اوروجواي، والمباراه الثانيه شوطها الثاني هيبدا بعد قليل، وان شاء الله المباراه الثالثه مباراه السعوديه بعد مباراة روسيا اللي ربنا يكرمنا فيها إن شاء الله. كل التوفيق للمنتخب المصري، كل مصر متفائلة جدا بالمنتخب النهاردة، ويا رب يبقى عند حسن ظن الجماهير المصرية والشعوب العربية كلها. وزي ما قلت بكرر، محبي محمد صلاح بقوا كتير جدا في كل العالم وكلهم بيتابعوه وكلهم بيدعموه. إن شاء الله منتخبنا يكون عند حسن ظن الجميع في الشوط الثاني، شوط في منتهى القوة، شوط يعني كله فارق في كل ثانية فيه، كل ثانية فيها هتبقى فارقة المنتخب المصري، ومصر كلها إن شاء الله يكونوا رجالة المنتخب عند حسن ظن الجميع. نروح لأخبارنا بسرعة جدا. النهاردة النجم والأسطورة كابتن محمود خطيب رئيس نادي الأهلي استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب أبدى ترحيبه الشديد بالدكتور أشرف صبحي، مؤكدا أن النادي الأهلي لديه مشروع شبابي من أجل مصر بشكل عام والنهوض بالمستوى الرياضي والشبابي في الأهلي بشكل خاص. وأوضح رئيس النادي الأهلي أن كل المؤسسات الرياضية ووزارة الشباب والرياضة بحاجة للتكاتف معا من أجل مشروع شباب ورياضة مكثف لمصلحة مصر الوطن الذي يحتوينا جميعا. كلام في غاية الأهمية قاله الكابتن محمود الخطيب النهاردة في أثناء زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. من ناحية تانية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشاد خلال زيارته الرسمية للنادي الأهلي بنجاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في تحقيق رقم تاريخي في عقد الرعاية والبث، والذي أبرمه النادي لبيع حقوق التسويق على كافة الأصعدة مقابل مليار جنيه. حضراتكم طبعا عارفين الصفقات اللي تمت برئاسة كابتن محمود الخطيب ومجلسه. أضاف أن نجاح الأهلي في الوصول لهذا الرقم يعكس المكانة الكبيرة التي يمتلكها هذا النادي الكبير، والتي ساهمت في حصوله على هذا الرقم التسويقي والذي وصفه وزير الشباب والرياضة بالتاريخي، رقم تسويقي تاريخي على حد قول الدكتور أشرف وزير الشباب والرياضة. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد على أن الأهلي أحد وأهم وأكبر القلاع الرياضية في مصر والمنطقة، مشيرا إلى أن الوزارة ستكون بحاجة لدعم ومساندة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لإنجاز العديد من الملفات المهمة. أعتقد أنه كلام مهم جدا أعيده على حضراتكم بسرعة. أكد على أن النادي الأهلي أهم وأكبر القلاع الرياضية في مصر والمنطقة، مشيرا إلى أن الوزارة ستكون بحاجة لدعم ومساندة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لإنجاز العديد من الملفات المهمة. وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الوزارة بملف عودة الجماهير، ملف في غاية الأهمية بيتبناه من زمان الكابتن محمود الخطيب ومجلسه الموقر بعودة الجماهير للملاعب من جديد، مؤكدا على وجود حملة كبيرة ستطلقها الوزارة بالتعاون مع النادي الأهلي وبقية الأندية لإتمام هذه الخطوة بنجاح. أضاف وزير الشباب والرياضة خلال جلسته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن الأمر سيشمل الاهتمام باتخاذ نموذج الجماهير في كأس العالم المقام حاليا في روسيا من أجل الاستفادة منه في توعية الجماهير لضمان عودتها إلى المدرجات بشكل لا يترتب عليه حدوث أي أزمات من نوع آخر. وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى ضرورة الاهتمام بتوعية الجماهير بمختلف انتماءاتها للنجاح في تنفيذ هذا الملف الهام، ملف هام جدا، والذي يأتي على رأس أولوياته بعد تكليفه رسميا بوزارة الشباب والرياضة. للتعرف بشكل أكبر على هذه الزيارة نروح لتقرير ونرجع لحضراتكم على طول. بنبارك
للدكتور أشرف صبحي على تولي ملف الرياضة، الشباب والرياضة، وده ملف مهم جدا جدا سواء في المرحلة السابقة أو المرحلة القادمة. دي ملف مهم. الدكتور أشرف مش غريب عن الوسط الرياضي، ويمكن احنا كلنا عارفينه، أخ، ويمكن كل كلية التربية الرياضية بتهني نفسها لأول وزير شباب الرياضة يبقى فعلا ابن كلية التربية الرياضية، وعنده خبرة علمية كبيرة جدا، عنده خبرة إدارية كويسة. ان شاء الله باذن الله احنا بنتمنى له التوفيق والنجاح في الفتره اللي جايه. احنا اشتغلنا مع بعض، يمكن هو قال الحمد لله في 2013 لما كان رئيس هيئه الاستاد. دكتور اشرف طبعا يعني برضو دي مميزات اللي انت تولي المسؤوليات للاعمار السنيه اللي هي لسه، مش عايز نقول بقى احنا خلاص احنا يعني في اعمار سنيه، هي مش هقول شاب، هي عدينا برضه، بتتحرك بسرعه وعنده سرعه حركه. هو من ساعه ما تولى الملف الوزاره، يمكن هو قال اول زياره ليه كانت مراكز الشباب عشان يهتم بالشباب، ورساله واضحه جدا لكل الشباب المصري. وتاني زياره على طول الانديه الرياضيه، واختار القطبين الكبار، نادي الاهلي ونادي الزمالك، واي واحد في مكانه لازم يعمل كده. انت تروح للنادي الاهلي، طبعا انت عارفين النادي الاهلي قطب رياضه كبير جدا جدا، والنادي الزمالك نفس القصه. انا سعيد جدا جدا ان هو اتكلم النهارده في ملف مهم قوي، ودي بدايه كلامه كانت حاجه كويسه قوي، اللي هو النهارده الملف عوده الجماهير، وهو متحمس جدا، واحنا كلنا متفائلين بهذا الموضوع. ويمكن هو هنبدا فعلا ان شاء الله باذن الله بالتعاون معاه، واحنا يعني قول فول سبورت معاه جامد جدا، ان احنا عوده الجماهير، ان احنا متبنيين الملف، ويكون هو اللي ابتدى وبادر، لان احنا متاكدين ان الدوله عايزه فعلا خلال الموسم دوت يبقى في عوده للجماهير بشكل كويس جدا. فهنبدا الحمله التوعيه، وهيبقى في اكيد لقاءات الفتره اللي جايه. هو زي ما اقول احنا طبعا بنرحب بيه، يمكن كابتن خطيب اول لما يعني المفروض احنا كنا سباقين، لكن هو رتمه سريع ما شاء الله يعني كويس، ربنا يوفقه. هو جه النادي الاهلي وشرفنا فيه النهارده، وان شاء الله باذن الله هيبقى في زياره وفد من النادي الاهلي هيروح يهنيه في مكتبه، وهيبقى في بقى ملفات متعدده زي ما هو قال. انت النهارده هو محتاج النادي الاهلي ومحتاج نادي الزمالك في المنتخبات القوميه في الدعم الرياضي بشكل كويس. الاهم اللي انت هتهتم بالرياضه الفتره اللي جايه عشان تغير الفكر للشباب بتاعنا. اهم حاجه بالنسبه لنا الرياضه، كل ما انت هيبقى عندك قدره رياضيه بتاعتك على مستوى واسع، كل ما انت هتبتدي توصل للشباب بالشكل اللي هم عايزينه. النهارده خلاص اختلفت الامور، اختلفت. الشاب النهارده بقى في عنده سرعه حركه، في متفتح النهارده زي ما انت شايف، متابعه كاس العالم شكله عامل ازاي، متابعه دوري اوروبا شكله عامل ازاي. الدوري المصري هو برده لفت النهارده، النادي الاهلي نجح في اللي هو يبيع تسويقيا حقوق البث وحقوق الرعايه بمبلغ كويس جدا، اداله الارم اللي هو انت النهارده لا السوق المصري سوق كبير جدا جدا، ولكن ازاي هتحتوي الشباب الفتره اللي جايه، ازاي هتعلو بشان الرياضه. هو قال لك انا كنت في اللجنه الاولمبيه، انا شايفه بيتحرك، ودي حاجه كويسه جدا جدا، ربنا يوفقه، واحنا سعداء بيه جدا وبنرحب بيه. وزي ما انت شفت النهارده مجلس اداره بالكامل، اللي موجودين واللي مش موجودين كانوا عايزين يبقوا معانا، احنا في عند اعضاء مجلس اداره زملاء في الخارج، فلكن كل المجلس اداره بالكامل، رئيس النادي ونائب رئيس النادي يعني الصندوق، اعضاء مجلس اداره بنرحب بيه وسعداء، وان شاء الله ما تبقاش الزياره الاولى والاخيره، يعني هتبقى زياره في زيارات متعدده باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. بنحدد المستقبل هيكون ايه ما بين الجهه الحكوميه، واحنا لازم نمشي عشان الطريق. السلام عليكم. اهلا بحضراتكم. كابتن محمد مرجان اكد على اهميه الرياضه بالنهوض بالشباب، واكد على اهميه الرياضه، باكدها وبكررها مره ثانيه، اهميه الرياضه حاجه مهمه جدا، واكد كمان ان المليار جنيه اللي خدهم النادي الاهلي اختلف الموضوع تماما، واختلف كمان ثقافه المتلقي او ثقافه الانسان او الشاب المصري في اهتمامه بالرياضه. زي ما حضراتكم شايفين الشاب المصري او عموما المواطن العربي بدا يهتم اهتمام كبير جدا بالدوري الاسباني، الدوري الانجليزي، شايفين حضراتكم كاس العالم نسبه مشاهده عاليه جدا، فالموضوع اختلف والنسب اختلفت والارقام اختلفت. عشان كده اكد على اهميه دور سياده الوزير اشرف صبحي، ودوره ان شاء الله يكون بارز، والنادي الاهلي دايما داعم لوزاره الشباب، وداعم لكل الوزارات، وداعم لكل الاجهزه المصريه، وان شاء الله كل التوفيق للدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه. وزي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي دايما داعم لوزارة الشباب والرياضة، إن شاء الله كل التوفيق وكل الدعم لسيادة الوزير أشرف صبحي من النادي الأهلي ومن نادي الزمالك ومن كل الأندية للنهوض بوزارة الشباب والرياضة. نروح لأخبار النادي الأهلي. استعان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة الفرنسي كالديرون
ببرنامج جديد للقياسات البدنية، حاجة مهمة جدا وكان لازم الأهلي يعملها من زمان، برنامج يسمى جي بي اس لاستخدامه في قياس سرعات اللاعبين والجهد البدني خلال التدريبات والمباريات، حتى يتم تقييم كل لاعب على مدار الموسم بشكل دقيق وبطريقة علمية. طبعا كلام مفسر نفسه، جهاز مهم جدا بيقيم بيه الحالة البدنية لكل أفراد الفريق خلال الموسم كاملا، دوري كاس بقى أي بطولة بيدخلوها، الجهاز ده بيقيس كل حاجة اللاعب وبيدي انطباع أو بيدي شكل المدير الفني بانطباع عن اللاعب، هل هو ناقص بدنيا، زايد وزنه، عايز فتنس في حاجة معينة، عايز يعني بيبين له كل حاجة وبيخلي اللاعب قدامه مكشوف علشان يقدر يعمله زي ما هو عايز أو يشكله زي ما هو عايز. جهاز مهم جدا، استعان الجهاز الفني الأهلي بمندوب إيطالي من الشركة المالكة لهذا البرنامج خلال الأيام الماضية لتفعيله والبدء في تشغيله، حيث يعد الأهلي هو أول فريق مصري يقوم بتطبيقه بعدما سبق للمنتخب المصري استخدامه أيضا. يذكر أن الأهلي بدأ أمس الاثنين معسكره الداخلي بالإسكندرية ويستمر لمدة أسبوع، ثم يليه معسكر خارجي في إحدى الدول الأوروبية استعدادا للموسم الجديد. في هذه الأثناء تلقى المنتخب المصري هدف بأقدام أحمد فتحي، هدف عن طريق الخطأ، لكن لسه بدري ودعواتكم من القلب إن شاء الله ربنا ينصرنا يا رب ونحاول نرجع للمباراة. نروح لأخبار نادي الأهلي مرة تانية، يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة الفرنسي كالتيرون، إقامة مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل بمعسكر الفريق بمدينة الإسكندرية في إطار استعدادات الفريق لمواجهة تاونشيب الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مباراة مهمة جدا أيضا للنادي الأهلي في مشوار وأول مباراة رسمية للفرنسي باتريس كالتيرون. ولم يحدد الأهلي طرف اللقاء الودي بعد، وجاري الاتفاق مع العديد من الأندية للاستقرار على أحدهم لخوض اللقاء مع النادي الأهلي، خاصة حضراتكم عارفين أن كل الأندية أو معظم الأندية لم تبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بعد. الجنوب أفريقي بكماني ماليمبي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يصل إلى القاهرة غدا بعد انتهاء أجازته والتي حصل عليها فور انتهاء الموسم الماضي. بكماني لعيب مهم جدا للنادي الأهلي، لعيب عالي جدا، لعيب لم يستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن، كابتن حسام بدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي استغله في الآخر، لكن عنده مواهب كبيرة جدا وعنده فرص كبيرة جدا بكماني انه يكون في التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي. لسه الأيام اللي جاية هنشوف فيها حاجات كتير بتتغير في الفريق مع كالتيرون، ومن المنتظر أن يتوجه اللاعب فور وصوله إلى معسكر الفريق بمدينة الإسكندرية استعدادا لمواجهة تاونشيب، المواجهة المهمة جدا واللي بيرتقبها كل عشاق ومحبي النادي الأهلي في البطولة الأفريقية يوم 17 يوليو المقبل إن شاء الله بالجولة الثالثة لدوري المجموعات. ايضا المغربي وليد ازارو والنيجيري جونيور اجايي لاعبا الفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي شاركا في التدريبات الجماعيه للفريق. كان في ناس كتير بيتكلموا على وليد ازارو، وليد ازارو فين؟ وليد ازارو موجود دلوقتي في معسكر الفريق بالاسكندريه، وتعافى الثنائي من الاصابه والتي لحقت بهما قبل انتهاء الموسم الماضي بشد في العضله الخلفيه ابعدتهم عن مباريات الفريق بختام الموسم الماضي. واطمأن الجهاز الفني على جاهزية الثنائي لمواجهة تاونشيب، أكيد هيكون ليهم دور كبير جدا أجاييه وأزارو، أزارو هداف الدوري المصري ولاعب من أحسن المهاجمين في الدوري المصري ومن أحسن المهاجمين العرب بصراحة، وكل الناس كان عليها علامات استفهام أو بيتسألوا ليه ما انضمش للمنتخب المغربي. واطمأن الجهاز الفني على جاهزية الثنائي لمواجهة تاونشيب في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي قام بالاتصال بلاعبي الفريق المصري المتواجدين مع منتخب مصر بروسيا للإطمئنان عليهم والشد من أزرهم. أكيد مكالمات مهمة جدا من المدرب العام نادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة محمد يوسف الاتصال باللاعبة الأهلوية علشان يقول لهم شدوا حيلكم والكلام اللي حضراتكم عارفين. وطلب يوسف لاعبي الفريق بالاجتهاد وبذل اقصى جهد لتحقيق الفوز على المنتخب الروسي. يا رب يا رب يا رب. كما قام يوسف بالاتصال بعلي معلول ايضا لاعب الفريق التونسي، وقام بمواساته بعد الهزيمه امس في اللحظات الاخيره امام المنتخب الانجليزي، واثنى يوسف على اداء علي معلول.
الكابتن محمود الخطيب قام بجولة تفقدية في فرع الأهلي بالشيخ زايد صباح اليوم الثلاثاء، وذلك للإطمئنان على المشروعات الإنشائية والتي يجري العمل بها هناك ومتابعة سير هذه المشروعات. طيب قبل ما اكمل لكم الخبر اخد كابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. كابتن محمد اهلا بيك. الله يخليك كابتن، ازيك؟ صح الله يخليك. انا هاخدك من الماتش بس كده ثواني، طمني بس على زياره سياده الوزير النهارده النادي الاهلي، وطمني كمان على كابتن محمود الخطيب وجولته التفقديه اللي عملها النهارده في فرع النادي بالشيخ زايد. لا طبعا زياره النهارده يعني رساله واضحه من كابتن الوزير اشرف صبحي اللي بتميز بروح اشتباب ودؤوب ومن اول لحظه تتحرك، والراجل ربنا قال كلمه جميله جدا، انا بجمع كل ما سبقوني عشان اخد كل الايجابيات اللي كانت موجوده اللي فاتت وابدا اشتغل وازود عليها ويبقى في تواصل ما بين الادارات كلها، وده النجاح. يعني دي حاجه جميله فعلا فعلا اللي انت بتيجي ما بتنكرش ما سبقك، ودي حاجه مهمه جدا، ودي يعني انا انبسطت منها وكلنا انبسطنا منها. طبعا هو سياده الوزير اشرف صبحي يعني اتحرك سريعا، كان المفروض النادي الاهلي كان بيشكل وفد وهيروح برئاسه الكابتن محمد الخطيب لمكتبه عشان يبارك له، ولكن هو سبقنا طبعا. تمام، وكانت رسالته للزياره النهارده ليها يعني مربوط كويس جدا، وليها رساله واضحه للجميع، استقرار الانديه الجماهيريه والحفاظ على استقرارها الاهلي. وبعد كده لما خلص زياره الاهلي كان رايح الزمالك قدام الرياضه، في رسالة واضحة لعزمه وإصراره على يعني تجميع المشكلات ووضع حلول ليها سريعة. وانبسطت جدا برضو اللي خلال الزيارة تفرق الأهم النهارده هو عودة الجماهير الفترة اللي جاية. أكيد يعني أسلكت دورنا جميعا. أكيد الفترة اللي جاية بإذن الله هيبقى فيها يعني إن شاء الله تحرك بشكل كويس وبالتعاون معاه بشكل جيد، وخصوصا اللي هو من أكثر الناس اللي لمست هذا الملف خلال فترة 2012 2013 اما تولى رئاسة هيئة الاستاد القاهرة، وكان في يعني لمس الموضوع وعاش فيه، فهو برضه عنده دراية بيها كويس جدا جدا، فان شاء الله باذن الله الفترة الجاية تبقى كويسة. فاحنا طبعا بنهنيه وبنبارك له، وكابتن محمود الخطيب بوجه له رسالة تهنئة، والمجلس كله، والنهارده بحكم نائب رئيس النادي عمرو فاروق وامين الصندوق خالد الترندلي، رامي عجواني، فيل دكتور محمد، دكتور مهند، ان هو كمان حتى يعني اثنى على التشكيل المجلس اللي فيه نسبه 70% شباب. اكيد. وكان يعني بيقول مجلس النادي الاهلي بيتميز في تنويع وفي شباب وفي اختصاص، طبعا كان تقطيب يعني زياره جميله جدا جدا، ان شاء الله باذن الفتره اللي جايه بقى فيها تعاون بشكل كويس جدا. اكيد يا استاذ، اكيد يا استاذ عميد. وانا كمان الجولات التفقدية للكابتن محمود الخطيب علشان يطمن على سير هذه المشروعات، شايفها حضرتك ازاي؟ هي يعني بنقفل ملفات وبنبدا نسلم كل ملف لكل المسؤول عن ملفه بيستلمه وبنتحرك فيه، زي ما انت شفت حركنا في النشاط الرياضي بالكامل الفتره اللي فاتت، اخذت مننا قبل العيد فتره كويسه جدا لغايه ما كابتن رفعت عبد الله مدير الشرطه الرياضي استقر في تشكيل الجهاز ودعم لاعبينه. بعد كده دخلنا في الملف الاهم واللي كان حديث الناس كلها وكان في انتظار جميع النادي الاهلي، ملف جهاز كره القدم، والحمد لله رب العالمين ربنا كابتن الخطيب ولجنه الكره الاختيار ان شاء الله باذن ربنا يتمموا بخير في افريقيا والوصول لكاس العالم. طبعا بعد ما خلصنا دخلنا في الملف تمام الاخر اللي هو الملف تنفيذ برنامج عائله الاهلي، فكان في اجتماع مع كامل على طول تمام الجهاز الخدمه الوطنيه اللي بيشتغلنا، وتفقدنا بعض كثيره المبنى وهم وعدوا الفتره اللي جايه لها حركه سريعه جدا. تفقدنا النهارده على طول وتفقدنا اماكن مشروعات البنك الجديد، في بنك الفتره اللي جايه هيعلن عن انشاء فرع الشيخ زايد، وفي نفس الوقت الاسبوع القادم ان شاء الله. سياده العميد الصوت بيقطع. يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي، النهارده كان في شيخ زايد، الاسبوع الجاي في نصر، هيبقى باستمرار الكابتن الخطيب، هيبقى في جولات تفقديه
للسرعه في انهاء الاعمال الانشائيه اللي في النادي ان شاء الله. انا بطمن كل جماهير النادي الاهلي من خلال حضرتك ان كل حاجه ماشيه في طريقها المظبوط وفي مسارها الصحيح، ولكن دايما انا بقول علينا الصبر والانتظار لخروج القرارات بطريقه صحيحه وطريقه مدروسه وطريقه تفيد الجميع. الحمد لله زي ما احنا شايفين احنا كده بنشتغل بخطوات ثابته. رئيس النادي الاهلي مش يعني ده ابن النادي على درجه عاليه جدا من الاداره، بناخد كل حاجه بتأني بشكل جيد جدا عشان توصل في الاخر للناتج اللي انت عايزه بشكل كويس بيليق باعضاء النادي الاهلي ويليق بجماهير النادي الاهلي. وانا متهيألي الاختيار الحمد لله رب العالمين كان موفق بقدر كبير لجماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بالنسبه للجهاز الفني لكره القدم. نتمنى بس التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى والفوز بقى ان شاء الله باذن الله ببطوله افريقيا وعوده لكاس العالم مره اخرى. اكيد اكيد يا سياده العميد. كمان انا في النهايه يعني باكد على دور حضرتك ودور النادي الاهلي في القتال على عوده الجماهير للمدرجات مره ثانيه، والحمد لله ان سياده الوزير اشرف صبحي النهارده اشار الى هذه النقطه وقال ان احنا كلنا هنحاول داعمين الجماهير انها ترجع للمدرجات مره ثانيه. كل اللي في المنظومه الرياضيه بيشتغل وكل اللي في المنظومه الرياضيه بيتمنى عوده الجماهير مره اخرى، وان شاء الله باذن الله بالتعاون كافه المؤسسات وبتعاون الانديه الجماهيريه وبحمل التوعيه زي ما الوزير الشباب والرياضه قال النهارده حمل توعيه كبيره لجماهيرنا. انت النهارده وشايف الجماهير المصريه في روسيا وقبل ما وفي مباريات كتير حضر فيها جماهيرنا بالشكل اللائق، فان شاء الله باذن الله في القريب العاجل والموسم ده الواحد عنده تفاؤل في عوده باذن الله للجماهير بشكل كويس. سياده العميد محمد مرجان او كابتن محمد مرجان الف شكر لحضرتك. دينامو النادي الاهلي بصراحه يعني دايما بيطمنا ودايما بيتكلم زي ما بقول لحضراتكم بيتكلم بمنتهى الجراه وبمنتهى الموضوعيه في كل المواضيع. فيعني كل التوفيق للنادي الاهلي وكل التوفيق لكابتن محمود الخطيب اسطوره النادي الاهلي ومعشوق الجماهير في النهوض بهذا الكيان لابعد ما يكون. للأسف يعني مش عارف في ايه في المنتخب يعني حاجة مش متوقعة تماما. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع حضرتك. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني بصراحه اقصى المتشائمين النهارده ما كانش هيفتكر ان منتخب مصر تلقى 3 أهداف من المنتخب الروسي، لكن يعني في يعني ربنا يستر ربنا يستر. وعندنا لسه 20 دقيقه احنا في دقيقه 70 لسه قدامنا 20 دقيقه خلينا لغايه اخر ثانيه في المباراه، بس يعني يا رب النتيجه بقى ما تزيدش عن كده. نروح للألعاب الأخرى. يواصل عبد الحليم عبو لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي أداء فقرات المرحلة الثانية من برنامجها التأهيلي بعد جراحة الغضروف وإزالة كيس دهني في الركبة والتي خضع لها في وقت سابق. ويؤدي عبو تدريبات علاج طبيعي مع تقوية للعضلات على أن يخضع لفحص طبي لتحديد المرحلة الثالثة من التأهيل. وكان عبد الحليم قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الفريق في مباراة طلائع الجيش في الدوري وتحمل على نفسه وقام بتأجيل التدخل الجراحي أكثر من مرة بسبب حاجة الفريق إلى جهوده ويجري تجهيزه للموسم الجديد. كل أبناء النادي الأهلي في مختلف الألعاب بيبقوا عند حسن ظن الجميع وبيكونوا رجالة حتى لو على حساب
الإصابة بتاعتهم ولو على حساب نفسهم، وده المتوقع لكل لاعبي النادي الأهلي في مختلف الألعاب بصراحة. من ناحية تانية يبدأ الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الإعداد للموسم الجديد غدا الأربعاء بخوض تدريباته اليومية. وكان الأهلي قد نجح في حصد الثلاثية الموسم الماضي بعد الفوز بكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة وبطولة الدوري. طيب عشان نشوف مزيد من التفاصيل معايا كابتن ياسر صلاح المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي. كابتن ياسر أهلا بيك. كابتن اخبارك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب الاول. وانت طيب؟ تتفرج على الماتش ولا لا؟ اتفرجت على الماتش بس حاجه تحزن. يعني ما كناش متوقعين كده خالص. بالظبط. للاسف انا لسه كنت بقول قبل ما حضرتك تدخل يعني اقصى المتشائمين كان ما كانش يفتكر ان مصر يدخل فيها ثلاث اهداف او هدفين حتى. كتير احنا منتخب قليل. طيب طمني بقى على فريقك كابتن. احنا ان شاء الله احنا من الغد هنبدا فتره الاعداد بتاعتنا. تمام. انت عارف ان احنا عندنا السنه دي الدوري وكاس مصر ومنطقه القاهره، والسنه دي السوبر برضو ان شاء الله هيرجع. تمام. ده بنبدا نعمل فتره الاعداد. فتره الاعداد هننتقل ان شاء الله من الغد. يعني انت كان ناقص لك السوبر بس السنه دي؟ ايه ده؟ كان ناقص السوبر بس السنه دي؟ كان ناقص السنه دي السوبر. ان شاء الله. انت وشك حلو والله يا صلاح، جاب لنا ضربه جزاء اهو يا كابتن. يلا يا مسهل يا رب. يا مسهل لسه بدري والله، لسه بدري. انا عمال اقول يا رب لاخر ثانيه. يا رب. المهم ان احنا جبنا جون في كاس العالم. بالظبط. اتفضل يا كابتن اتفضل. ان شاء الله احنا هنبدا من بكره. بدايتنا ان شاء الله هتبقى صباحا ومساء. تمام. تمرين الصبح تمرين بعد الظهر. الصبح زي ما احنا متعودين السنه اللي فاتت، انت عارف ان احنا كنا عملنا جيم كويس. تمام. السنه دي برضو ان شاء الله هيبقى في زي ما انت عارف البدني. هيبقى في ان شاء الله الجبل. هيبقى عند الجيم عند التراك، ثم بعد كده بخش على الملعب ان شاء الله. السنه دي ان شاء الله طبعا انت عارف ان الحصول على القمه، انك تفضل على القمه ده شيء اصعب من اكيد انك بتحقق. تمام. اكيد. واحنا بقالنا سنتين الحمد لله واخدين اول كل البطولات. بنعمل السنه دي ان شاء الله، لان السنه دي في تدعيم من الانديه كتير. تمام. وباذن الله بنعمل ان احنا ناخد الاربع بطولات باذن الله ان شاء الله. ربنا معاك كابتن ياسر، بس انا عايزك توضح لي جزئيه الجبل اللي انا سمعتها دي. انا عندي البنات بنطلعهم من الجبل. تمام. انت عارف ان انت جبال الرمله دي بتفيد جدا الهاندبول. طبعا بالليل. طبعا. تمام. دي حاجه خطيره. بالظبط. وان شاء الله هيبقى في موسم حلو باذن الله. نهديه للاداره. تمام. وعلى راسهم طبعا كابتن محمود الخطيب. ان شاء الله باذن الله، ونامل باذن الله ان احنا نعمل بطوله عربيه السنه دي، بطوله كويسه وبطوله افريقيا. تمام. ان شاء الله يبقى لينا شان في البطوله الافريقيه والبطوله العربيه باذن الله. يا رب. يعني انا اهتم او مهتم بموضوع الجبل ده، لان انا عارف ان هو حاجه مهمه جدا، انا جربتها شخصيا. يعني بيبقى جبل كابتن ياسر بتروحه المكان، ولا في جبل صناعي حضرتك مثلا في النادي او حاجه، عشان الناس بس تبقى عارفه حضرتك بتعمل ايه؟ احنا بنروح طبعا طريق بالبيت. تمام. في هناك جبال. تمام. تبقى قريبه من بعد ما بنعدي على طول بوابات البلبيس ان شاء الله. تمام. جبال هناك احجام كثيره، بقدر نعمل فيها تنويع في الاعلى في الاوطى في الاوطى. وسيدات كمان، يعني احنا بنتكلم على سيدات كمان. الحمد لله احنا من الفرق اللي بتبقى واقفه على رجليها. اكيد ما شاء الله اللي فاتت، وان شاء الله ان احنا بنعمل احسن كمان السنه دي باذن الله. كابتن ياسر قول لي اهتمامات حضرتك بقطاع الناشئين ودور حضرتك في تصعيد الناشئات للفريق الاول. السنه دي انا مطلع من فرقه 98 ثمان لاعبات. ما شاء الله. ده رقم كبير. ما شاء الله رقم كبير فعلا. بالظبط. وعندي من 96 موجود معايا و95 والدرجه الاولى. تمام.
عندي عنصر خبره، عندي فريق 95 96 ده كان السنه اللي قبل اللي فاتت، وانضم عليهم السنه دي 8 من 98، وعندي باخد من 2000 كمان ان انا بعمل زي قاعده في الناشئين. تمام. احنا بنسلم الاجيال لبعضها يعني. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. نعمل ان شاء الله نشوف شكله كويس للفرقه السنه. لكن القطاع غني بنشئاته يا كابتن. القطاع غني بنشئاته ببنات الاهلي واولاد الاهلي. كل التوفيق ليك كابتن ياسر صراحة المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات، كل التوفيق لحضرتك فيما هو قادم، بيتكلم بمنتهى الاحترافية، كل التوفيق ليك في ما هو قادم. ما شاء الله خدوا زي ما قلت لحضراتكم حماسية كاس وبطولة منطقة القاهرة وكمان الدوري، كان ناقص السوبر بس اللي هيقام السنة إن شاء الله، وإن شاء الله النادي الأهلي يحصل عليه عشان يبقى خد المسابقات كلها أو البطولات كلها. نروح لاخبار المونديال، وزي ما قلت لحضراتكم منذ قليل صلاح احرز هدف من ضربه جزاء، الحمد لله ان احنا حتى جبنا جون في كاس العالم. اخبار مونديال، منتخب اليابان استهل مشواره في مونديال روسيا 2018 بالفوز على نظيره الكولومبي بهدفين مقابل هدف اليوم الثلاثاء، دي في المجموعه الثامنه. اكيد حضراتكم طبعا متابعين كل المباريات، لكن احنا بنقول بس للتذكير. يبقى كده اليابان كسب كولومبيا 2-2. المنتخب الياباني تقدم بهدف بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية المباراة من ركلة جزاء، كان في ركلة جزاء وطرد للمدافع الكولومبي، وتزامنت ركلة الجزاء مع طرد كارلوس سانشيز لاعب منتخب كولومبيا ليكمل الفريق المباراة ب10 لاعبين، ودي حاجة صعبة جدا جدا جدا، مع ان بعد كده المنتخب الكولومبي ادرك التعادل قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول، حاجة برضو ما بنشوفهاش غير في كاس العالم بصراحة، ونادر قوي لما بنشوفها في الدوريات. ولكن أوساكو نجم اليابان سجل هدف الفوز للساموراي الياباني في الدقيقة 73. استهل المنتخب السنغالي مشواره في مونديال روسيا بالفوز على نظيره البولندي 2-1، منتخب ساديو ماني بالفوز على المنتخب البولندي 2-1 على ملعب سبارتاك موسكو في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة. أكيد المنتخب السنغالي بيضم لعيبة متميزة جدا طبعا، في مقدمتهم النجم ساديو ماني نجم ريفربول وزميل محمد صلاح والنجم المحبوب للجماهير المصرية. المنتخب السنغالي تقدم بهدف عكسي زي اللي دخل فينا النهارده بالظبط عن طريق احمد فتحي، سجله البولندي تياجو بطريق الخطا في مرمى فريقه في الدقيقه 37. اضاف امبياي نيانج الهدف الثاني للسنغال من خطا دفاعي في الدقيقه 60، ثم رد كريشوفاك بهدف لبولندا قبل 4 دقائق من نهايه المباراه. كريشوفاك. قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعيين طاقم عربي، حاجة كويسة طبعا، لإدارة مباراة منتخبي فرنسا وبيرو ضمن المنافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2018. يقود الإماراتي محمد عبد الله المباراة ويساعده محمد أحمد وحسن المهيري لإدارة المباراة التي تقام يوم الخميس المقبل. يذكر أن المنتخب الفرنسي فاز في أول مبارياته على نظيره الاسترالي 2-1، بينما تلقى منتخب بيرو الخساره من نظيره الدنماركي بهدف نظيف. عشان نتابع معاكم لسه الناس اللي متابعانا في الدقيقه 80، ولسه المنتخب الروسي متقدم على منتخب مصر ب3 أهداف مقابل 1 للاسف الشديد. كارلوس سانشيز لاعب المنتخب الكولومبي تلقى بطاقه حمراء خلال مباراه منتخب بلاده، لسه قلنا الخبر ده منذ قليل، لكن بالتفصيل امام نظيره الياباني ضمن منافسات المجموعه الثامنة لبطولة كأس العالم 2018. أكيد البطاقة دي كان لها دور سلبي في خسارة المنتخب الكولومبي اللي أدرك التعادل زي ما قلت حضراتكم في الشوط الأول، لكن خسر في الدقيقة أعتقد 73. وذكرت شبكة أوبتا الإحصائيات أن سانشيز تلقى بطاقة حمراء بعد تعمده إخراج الكرة بيده، وتحديدا في الدقيقة 1:56، حيث يعد هذا أسرع حالة طرد في تاريخ المونديال، أو ثاني أسرع حالة طرد في تاريخ المونديال. وتأتي أسرع حالة طرد من نصيب الأوروجواياني ألبرتو باتيستا أمام نظيره الاسكتلندي في نسخة كأس العالم 86، حيث تلقى بطاقة حمراء في 1:56. أكيد دي أسرع بطاقة كارت أحمر في الدقيقة أو في 1:56. بينما كارلوس
سانشيز تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 52. أنهت الإصابة، نروح لخبر تاني، أنهت الإصابة مسيرة حارس المرمى التونسي معز حسن للأسف في بطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا. وكان حسن قد خرج مصابا بالكتف، لعنة الكتف، في الدقيقة 16 من مباراة المنتخب التونسي. عارفين طبعا حضراتكم لعنة الكتف دي مأثرة كمان النهاردة على محمد صلاح، مش هو محمد صلاح اللي احنا متعودين عليه، أمام نظيره الإنجليزي أمس الاثنين في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة السابعة، والتي انتهت بفوز إنجلترا بهدفين مقابل هدف. المنتخب التونسي عمل مباراة ولا أروع أمس أمام المنتخب الإنجليزي، المنتخب الإنجليزي اللي كله يعني أو الدوري الإنجليزي اللي حاجة ولا في الخيال. المنتخب التونسي خسر منه 2-1 لهاري كين. اللاعب يعاني من إصابة في الكتف ستمنعه من اللحاق بالمباراتين المقبلتين لنسور كارتاج أمام منتخبي بلجيكا وبنما. من ناحية أخرى، طالب المنتخب أو الاتحاد البرازيلي تحديدا طالب من نظيره الدولي تقديم إيضاحات حول التحكيم في المباراة الأولى للسامبا في المونديال، والتي أقيمت أمام سويسرا، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. كل عشاق المنتخب البرازيلي برضو استغربوا من تعادل المنتخب البرازيلي الذي يملك مجموعة من النجوم النادرة في عالم الساحرة المستديرة، ولكن دي كرة القدم. وأعرب الاتحاد البرازيلي في خطابه الذي أرسله للفيفا أمس الاثنين عن غضبه من القرارات التحكيمية في المباراة، والتي أضرت ضرر بالغ بالبرازيل على حد قولهم. وادعى الاتحاد البرازيلي أن اللاعب السويسري ستيفن قام بدفع المدافع البرازيلي ميريندا قبل أن يلعب الكرة برأسه إلى داخل الشباك، هذا بالإضافة إلى ركلة جزاء لم تحتسب لصالح المهاجم جابرييل خيسوس نجم مانشستر سيتي. نروح لخبر تاني، تخطط المغرب للترشح مجددا لاستضافة كأس العالم. المغرب مصممة المقرر إقامتها عام 2030، ربنا يدينا ويديكم طولة العمر، وذلك بعد 5 محاولات سابقة لم يكتب لها النجاح. وكانت آخر المحاولات المغربية لاستضافة المونديال الأسبوع الماضي بحصولها على 65 صوت مقابل كام بقى 134 صوت للملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، 3 دول جامدين جدا لاحتضان البطولة عام 2026. وذكرت مجلة فرانس فوتبول أن المغرب ستلجأ هذه المرة لوسيلة جديدة لإقناع الاتحاد الدولي باستضافة المونديال، وذلك بعرض مشترك يضم الجارين تونس والمغرب، يعني هتكون تونس والمغرب والجزائر هيقدموا أوراقهم، أو المغرب هتقدم أوراقها إن هي هتبقى في تعاون بينها وبين تونس والجزائر، يعني المفروض بقى يديها لهم بقى يعني كتير قوي كده. نروح لأخبار كرة القدم العالمية، احنا لسه نتابع مع حضراتكم في الدقيقة 84 ولسه المنتخب المصري متأخر ب3 أهداف مقابل هدف. موضوع صعب لكن ما فيش حاجة صعبة على ربنا. كشفت تقارير صحيفة أسبانية اليوم الثلاثاء على أن باريس سان جيرمان الفرنسي ينوي التقدم بعرض جديد لضم نجم ريال مدريد أسطورة كريستيانو رونالدو. وأفادت صحيفة موندو ديبو بأن العرض تبلغ قيمته تتخضوش من الأرقام 265 مليون جنيه استرليني، مع حصوله على راتب سنوي قدره 40 مليون جنيه استرليني سنويا. وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد ليس في خططه تقديم عرض مشابه لتمديد عقد رونالدو، والذي أثار بدوره التكهنات حول مستقبل النادي مع اللاعب بعد انتهاء المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي. وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة مانشستر يونايتد في التقدم بعرض لاستعادة رونالدو، في وقت ذكرت فيه صحيفة ديكور برتغالية أن اللاعب حسم أمره وسيتجه نحو الرحيل عن الريال. أعتقد هتبقى خبطة كبيرة جدا لجماهير الريال ولنادي ريال مدريد نادي الكبير، واللي كريستيانو عامل معاه يعني حاجة ولا أروع ولا حاجة في الخيال أساسا. أعتقد أنها تبقى ضربة موجعة لنادي ريال مدريد برحيل كريستيانو رونالدو، لكن أرقام خيالية بتسمعوها 265 مليون يورو و40 مليون يورو مبلغ أو راتب سنوي لكريستيانو رونالدو 40 مليون جنيه استرليني، مبالغ كبيرة جدا
أعتقد أن كريستيانو في طريقه للرحيل من ريال مدريد. ذكرت تقارير صحفية وجود رغبة لدى لوبيتيجي المدير الفني الجديد لريال مدريد الأسباني للظفر بخدمات هدف برشلونة في الانتقالات الصيفية. ونقلت شبكة تي زد الألمانية أن لوبيتيجي مهتم جدا بالظفر بخدمات تياجو الكانتارا لاعب خط وسط بايرن ميونخ والذي عمل معه في عدة مراحل سنية بالمنتخب الأسباني. لوبيتيجي فاز لوبيتيجي مع الكانتارا ببطولة أوروبا تحت 21 عام في عام 2013 حيث سجل الكانتارا ثلاثية في المباراة النهائية ضد إيطاليا. الكانتارا نجم برشلونة ولاعب بايرن ميونخ الحالي لعيب ولا أروع لاعب المنتخب الأسباني أكيد لعيب ولا أروع كان مشي من برشلونة في ظل أو في وجود ذهول جماهير إزاي يمشي لكن مشي في الآخر. طيب اقترب الإيطالي ساري المدير الفني السابق لنابولي الإيطالي من تولي القيادة الفنية لفريق تشيلسي النادي العريق الإنجليزي خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي. وأكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن تشيلسي وساري اتفقا على كافة بنود العقد بينهما وأن الإعلان سيكون خلال الأسبوع الجاري. وأوضحت أن إدارة البلوز اتفقت مع كونتي على تسوية الأمور بينهما حيث سيحصل المدرب الإيطالي على 9.5 مليون جنيه استرليني ويرحل عن الفريق الإنجليزي. 9.5 مليون استرليني عشان يرحل كونتي عن فريق تشيلسي الإنجليزي. وأشارت الصحيفة أن ساري سيكون مديرا فنيا للفريق بينما سيتولى زولا منصب المدرب المساعد. الناحية الثانية أبدى نائب رئيس نادي برشلونة الأسباني ميتستري غضبه من مدافع الفريق بيكي. ليه بقى؟ على خلفية إنتاجه الفيلم الوثائقي. عارفين حضرتكم إن بيكي عنده شركة وثائقية أعلن خلالها الفرنسي أنطوان جريزمان البقاء في أتلتيكو مدريد ورفض الانتقال للبلوجران. وقال ميستري في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: نحترم قرار جريزمان بتمديد عقده مع أتلتيكو مدريد بينما مثلما نحترم قرار أي لاعب آخر بخصوص مستقبله. وأوضح أبلغنا بيكي بأن مشاركته في إنتاج فيلم جريزمان يسبب عدم الارتياح داخل جدران الفريق الكتالوني. وختم ميستري تصريحاته بقوله: سنتحدث مع بيكي وصامويل أوميتيتي ولكن نقوم بالتعليق العلني لتقييم الموضوع تاني لأن موضوع مهم جدا. أن بيكي قال في الفيلم الوثائقي قال إن هو مرضيش يجي برشلونة وده طبعا استقبله النادي الأسباني بزعل أو بغضب شوية. عشان كده قال سنتحدث مع بيكي وأوميتيتي ولن نقوم بالتعليق العلني لتقييم الموضوع. كانت شركة جيرارد بيكي قد أنتجت فيلم عن قرار جريزمان بالبقاء في أتلتيكو مدريد وقامت ببيعه لأحد القنوات الأسبانية. دي كانت كل أخبارنا مع حضراتكم النهاردة. لسه منتخبنا دقيقة 90 ولسه منتخبنا متأخر بثلاث أهداف مقابل هدف. أعتقد أنها خيبة أمل كبيرة جدا جدا للجماهير المصرية والجماهير العربية بشكل عام والجماهير المصرية بشكل خاص. كلنا كنا ثقة وكلنا كنا تفاؤل النهاردة في المنتخب المصري لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن خسارة بتؤدي إلى مغادرة المونديال بعد مباراة السعودية. خسارة محزنة جدا جدا. قعدنا وهرمنا عشان نشوف منتخبنا في كأس العالم بروسيا لكن كان باين جدا كان باين جدا. ومش عايزين نقول ان احنا عندنا سوبر مان او كل لعيبة وسوبر مان. اكيد اللعيبة لوحدها. قلت قبل كده انا ان احنا خسرنا من اوروجواي وعملنا مباراة كبيرة جدا لكن الروح عمرها ما كانت كفاية يا جماعة. كان واضح قوي. مش عايز بقى اتكلم. كان واضح قوي لكن مستر هيكتور كوبر زرع جوانا او اقنعنا ان مجرد ما نوصل لنص ملعب الفريق المنافس ده في حد ذاته انجاز. بنفرح كلنا لما نشوف نص ملعب الفريق المنافس بنفرح كلنا لما حد يشوط كوره حتى جنب العارضه. ما كانش ده منتخب مصر خالص لكن حتى العتاب مش هيفيد. شرفتوني ونورتوني. كل التوفيق للكره المصريه. كل التوفيق للنادي الاهلي. شكرا جدا لحضراتكم.